السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ازيكم؟ الحقيقة ان انا يعني مهما اوصف لكم سعادتي ازاي ان انا معاكم بجد مش هعرف ان انا اوصل لكم الاحساس ده. والله انا كنت مجهزة مقدمة يعني حلوة وفيها شوية كلام كده، والله يا جماعة يعني يا اشعروا بصراحة انا مش فاكرة منهم حاجة، والله ما فاكرة منهم بأي حاجة، بس احسن عشان كده الكلام يطلع من القلب وان شاء الله يوصل لكم للقلب. انا مش هتكلم كتير، يعني مش هزن على الفاضي كده، بس سيبوني كده بس يعني عايزة اقول كلمتين محتاجة ان انا اقولهم قوي. اول حاجة انا عايزة اشكر من كل قلبي ربنا طبعا اولا، ثم اشكر ادارة قناة PNC فود على تعبها معايا الفترة اللي فاتت. بجد عايزة اقول لكم يسلم تعبكم وتسلم وقفتكم ومجهودكم، كل الناس اللي واقفة حبايبي دي بجد شكرا، والناس اللي في الكنترول والناس اللي تحت وكله من اكبر حد، انا مش عايزه اقول اسماء لان انا بنسى، انا نسايه جدا. عايزه اقول لكم شكرا من كل قلبي لان انتوا استحملتوا توتر، طلعت عينيهم والله العظيم وتوترتهم، وجيت قلت لهم بصوا ما هو يا انا اوتركم يا انتوا تغيروني، بس انا اللي وترتهم اعتقد ان انا طبعت عليهم. يعني بقول لهم شكرا من كل قلبي على تعبكم معايا، الناس دي والله كانت بتطبق باليومين والتلاتة والأربعة علشان نطلع لكم بموسم جديد وبحاجة تليق بيكم وحاجة تعجبكم. فأنا بقول لهم شكرا قوي يا جماعة، والله شكرا ان انتوا استحملتوني. ويمكن أنا لما كنت بطلب منهم حاجة أقول لهم على فكرة يقول لي حاضر حاضر، كنت بحس كده هو ايه ياخدوني يعني ياخدوني على قد عقلي كده، بس بجد بجد طلعوا كل حاجة والله العظيم أحلى من اللي أنا كنت عاملاها او اللي انا كنت عاملاه، انا مش حاجه اصلا احلى من اللي انا كنت عايزاه. فبقول لكم شكرا من كل قلبي. يمكن الناس المقربين مني وحتى يعني مش المقربين، يعني انتوا عارفين ان خطوه الميديا دي بالنسبه لي كنت بفكر فيها 100,000 مره. الناس اللي مش عارفه ان انا شغلي اصلا بادئ من 2013 على السوشيال ميديا، وصفحتي وشغلي ده بعتبره بنتي، انا ما عنديش بنات على فكره، بعتبره بنتي اللي انا ربيتها وكبرتها وبقت عندها 10 سنين. فكنت بلاقي ان انا لو طلعت في الميديا او طلعت على شاشه التلفزيون ههملها، ههمل صفحتي وههمل شغلي، وكنت بقول ان لا مفيش حاجه تستاهل ان انا اسيب شغلي ده، لان الشغل ده غالي عليا جدا جدا اللي تعبت فيه فعلا سنين. وكنت نفسي لما اطلع في الميديا ابقى قد المسؤوليه، لان بحس ان دي رساله وحاجه هساب عليها ان شاء الله، وان انا اوصل لكم معلومه دي مسؤوليه كبيره عليا. انا مش بشوف الموضوع ان قصه شو اكلات او قصه شو لبس او حركات، انا مش ببص الموضوع ده كده خالص، انا ببص ان انا بجد بجد نفسي افيدكم بكل حاجه اقدر عليها. اعتبروني اختكم الكبيره، اختكم الصغيره، بلاش مامتكم، اوعوا يعني لو انتوا صغيرين انا اختكم الكبيره، اعتبروني كده واحده من الاسره. كلنا وارد ان احنا يحصل معانا اخطاء عادي جدا، مفيش مشكله، كلموني قولوا لي الاء طب ايه رايك لو عملتي الاكل بطريقه تانية، هقول لكم حاضر. الاكل اذواق، مش مطلوب منكم خالص ان انتوا تتقبلوا كل حاجه انا اعملها، لكن مفيش مانع يعني ايه جربوها، عجبتكم عجبتكم، ما عجبتكوش يعني هتعجبكم ان شاء الله، ان شاء الله هتعجبكم. عايزه اقول ايه تاني؟ عايزه اقول حاجات كتير قوي. لا وقال ايه اول الحلقه بقول ان انا ما بحبش ازن كتير، يا نهار ابيض، انا اسفه ان انا طولت عليكم، بس انا بقول لكم كلام كتير قوي فعلا بجد محتاجه ان انا اقوله. يا رب يا رب يا رب اكون عند حسن ظنكم وربنا يقدرني كده وافضل دايما معاكم على قد ما اقدر. اسيبكم بقى ترتاحوا من زني شويه لان انا زنيت اوفر بصراحه، وهنروح لفاصل صغير قوي وهرجع لكم مره تاني، استنوني. قبل الفاصل حقيقة ما عملناش اي حاجة، احنا قبل الفاصل كده قعدنا كده نرحب ببعض ونهني ونبارك وخلاص بقى نبدأ بقى في الجد بقى. بصوا بقى ان شاء الله كل حلقة هنتكلم فيها عن موقف معين، يعني ايه يعني اللي هو لو حصل لنا كذا، لو تعرضنا لكذا، لو حد جالنا، لو حد عمل كده يعني. فالنهاردة حبيت اول حلقة اقول لكم وهيبقى الموقف بتاعها عن لو حضرتك ان شاء الله عروسة، الف مبروك، او يعني هتبقي عروسة، اول غدوة هتعمليها ايه؟ وناخد بالنا ان احنا سنة اولى،
اللي هو بقى برضو عايزين نعمل كده حاجه تبقى شيك بقى. ما احنا بقى يعني ايه، هي بتبقى بصوا هي تبقى يعني في الاول بس حركات كده في الاول بس، بعد كده مش هنعمل الكلام ده. يا ترى ايه اول اكله هتعمليها لذيذه جدا جدا، شكلها حلو وشكلها شيك وفي نفس الوقت بسيطه سهله جدا؟ هنعمل ايه النهارده يا جماعه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض كرات الكفته بصوص البنجر الكريمي، وهنعمل كمان سلطه بطاطس بصوص الجزر، وهنعمل كيكه الشموع. ان شاء الله الثلاث وصفات هيعجبوكم. بس قبل ما نبدا تعالوا كده نتكلم شويه عن البنجر. البنجر يعني اكيد انتوا عارفين من اكتر الحاجات اللي يعني مليان فوائد، بشره بقى وشعر اديله كله كله ما بيرحمش، وكمان فوائده في الاكل يعني ملهاش اخر. بيدخل يعني عايز اقول لكم بنعمل بيه الحلويات، بيدخل في معجنات، في الاكل الحادق. البنجر بنلاقي دايما فيه مشكله ان احنا بنبقى عايزين نحافظ على لونه، هو ما شاء الله لونه بيبقى حلو قوي، لونه حمره جميل قوي. طب علشان نحافظ على لونه هنتعامل معاه ازاي؟ افضل حاجه ليه ان احنا نشويه. طب ليه ما نسلقوش؟ السلق بيفقد قيمته الغذائيه، كمان بيخلي لونه بهتان، يعني اللون بتاعه مش بيبقى بنفس الحمار اللي احنا لو شويناه. فببساطة خالص عايزة تحافظي على لونه اشويه. بس اهم حاجة بعد ما تشويه، سواء بقى تعملي بيه صوص او هتقطعيه او يصمم في اي حاجة، ما تنسيش عصرة ليمونة، علشان عصرة الليمونة دي ما تستهونيش بيها، هي دي اللي هتحافظ معاكي على لون البنجر. خلاص كده يا سنة أولى، تعالوا بقى للمطبخ بتاعنا ونشوف هنبدأ بإيه. أول وصفة، وصفة لذيذة جدا جدا، وهي هتبقى كرات الكفتة بصوص البنجر الكريمي. ويلا بينا نشوف المقادير والمكونات بتاعتها ايه بالظبط. تعالوا نقرأ المكونات. المقادير بتاعتنا هتبقى كفتة بكريمة البنجر، علشان نعمل الكفتة عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، ملح، فلفل اسود، بس كده. كريمة البنجر هتبقى كوباية وربع من اللبن، معلقة كبيرة من الدقيق، معلقة كبيرة من الزيت، ربع معلقة صغيرة من القرفة الباودر، ملح، فلفل اسود. علشان نعمل البنجر ببساطة خالص، هو والثوم هيتشوا مع بعض، ده هنتكلم فيه أثناء الحلقة. هيبقى عبارة عن 3 بنجر كبير، 5 فصوص من الثوم، ربع كوباية من عصير الليمون، زيت زيتون، معلقة صغيرة من النعناع المجفف، ملح، فلفل اسود. وفي الآخر بقى كده يعني هندلع الوصفه كده بايه، بشويه طشه اللي هي هتبقى توم وزبده واوراق من النعناع، وهنقدمها مع عيش لبناني متحمص. تحسوا كده يا نهار ابيض، دي بادئه بحاجات كتير، بس لا لا اصبر بس، خليكم كده معايا كده واحده واحده. طيب اول حاجه علشان نعمل الكفته، انا مزعجه، انا قوي مزعجه قوي، خلاص بس دي يعني كبيره قوي بس مش مشكله. علشان نعمل الكفتة انا قلت لكم ان احنا هنحط على اللحمة المفرومة، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط عليها ملح وفلفل. بس ليه؟ علشان انا بس انا محتاجة اللحمة المفرومة ان انا احط عليها ملح وفلفل. ليه؟ لان انا مش عايزة اجود بقى، يعني هي برضو ايه مش كفتة هتتاكل لوحدها كده وخلاص، لا انا هحط بقى، نحط بقى معاها كده بقى شوية بقى وايت صوص كده مع بنجر كده، يبقى لونه احمر ومشوي وبالثوم. خليكم بس معايا للاخر كده. خلاص هنحط عليها شويه ملح. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، معلش انا بستخدم ايدي الشمال علشان طالما يا جماعه مسكنا اللحمه بايدينا تمام. حطينا الملح والفلفل، خلاص انا مش عايزه اضيف اي حاجه تاني. ليه؟ علشان انا عايزه احس بطعم الكفته، عايزه احس بطعم الوايت صوص، وعايزه احس بطعم البنجر خلاص اللي احنا هنعمله. طيب عايزه البس البتاع التانيه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكل بقى. اهم حاجه واحنا بنعمل الكفته ما ننساش ان احنا نعجنها كويس كانها عجينه. ليه؟ علشان انا عايزه يبقى في عرق في الكفته، علشان يبقى ليها قوام كده يعني واحنا بناكلها كده. خلاص نبدا بقى ان احنا نشكلها. خلاص انا بس ايه، شايفين انا ازاي بدعك اللحمه المفرومه اهو. خلاص هنجيب بقى حاجه علشان نشكل فيها الكفته وندخلها الفرن. بسم الله. احنا كمان قبل الهواء مشكلين كده شويه علشان ايه، يبقى كله جاهز معانا كده. بس وانتوا عاملين ايه بقى يا سنه اولى بقى، احكوا لي بقى يعني ايه
انا هحكي لكم عن نفسي مغامرات كتير قوي. ايه يعني انتوا بتقولوا ايه؟ يا جماعه انا مش قد الكلام ده دلوقتي بقى، سيبوني في حالي بقى. ده دي حاجه كويسه يعني. طبعا اضحك يعني. تقدروا بقى تقولوا لي على يعني ايه مهاراتكم وكل حاجه على ارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، 2600 من اي موبايل وزيرو 900 600 من اي تليفون ارضي، ومستنياكم. مش عارفه انا قلت الارقام صح ولا لا، ما انا اصلا لسه بقى، اصلا لسه اصلا يعني مش عايزه اقول لك انا ازاي نسايه، انا نسايه جدا، انا شخص نسايه قوي قوي. كلهم هنا شاهدين صح؟ ايه بصص لي كده، بصص لي كده ليه؟ خلاص شايفين، خلاص كده شكلنا اللحمه المفرومه، وهنبدا بقى نشتغل على الوايت صوص بتاعنا. عايزه اقول لكم على حاجه، حابين ان انتوا تعملوها على الطاسه مفيش اي مشكله، شويه زيت كده وشوحوها على الطاسه، الكفته ما بتاخدش اي وقت خالص خالص، مفيهاش اي حاجه يعني. خلاص شكرا. هنطلع بقى ايه، نحط بقى دي كده على جنب ونقول لها شكرا قوي. فين بقى يا حبايب قلبي اللي احنا عاملينه قبل الهوا؟ طيب لغايه ما طيب لغايه ما نجهز الباقي او نجيب الباقي كرات الكفته، انا دلوقتي مسخنه الفرن على درجه حراره 180، فرن سخن. انا هشغل ميرسي. شايفين بحب قوي انا افضح اللي معايا كده. خلاص اهو، ايوه مش كده برضو. ميرنا ازيك. دي حبيبتي، دي بحس انها بنتي، بنوتي الصغننه كده. صح، مش انا مش كبيره والله. ايوه منا بيقولوا عليكي احلى كلام. خلاص. طبعا مفيش غيره استاذ حمدي ده النهارده، اللي يعني الراجل ده والله العظيم يا جماعه يعني مش قادره اقول لكم طيبه الدنيا كلها فيه. استاذ حمدي ده يلاقيني كده عامله كده، فين الضحكه؟ اروح ضحكه كده من غير يعني حتى مش عايزه اضحك، بس بعد ما بيمشي برجع على بوشي تاني. ربنا يخليك والله العظيم، ربنا يخليك يا استاذ حمدي، ربنا يبارك لك، امين يا رب. خلاص يا حبايبي احنا كده خلاص شكلنا الكفته. شكرا بقى، انا مش عايزه ده خلاص. هدخل الكفته دي فرن سخن على درجه حراره 180، انا هشغل الفرن تحت وهشغل مروحه فوق، بس لغايه ما نسخن بقى الفرن او ندخل ال لا وبعدين. لا عيب. ايوه كده خلاص، انا هعلي هسخن، بس هسخن النار وناخد الكفته بتاعتنا وهروح ادخلها فرن سخن على درجه حراره 180، انا مشغله الفرن تحت وهشغل المروحه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عندك مروحه؟ مش عندك مروحه؟ ما على حسب. تمام. لا طيب، لو انا دلوقتي شغلت فرن سخن تحت وشغلت مروحه، حضرتك مش عندك مروحه هتعملي ايه؟ بمنتهى البساطه هتشغلي الفرن تحت عادي خالص، وهتستني 10 دقائق وتقلبي الكفته على الجهه الثانيه. تعالوا بقى بينا نعمل الوايت صوص اللي هو اسهل حاجه. لا بقى لا. تمام. طيب انا دلوقتي هعمل الوايت صوص بمنتهى البساطة، احنا قلنا المقادير بتاعته، عايزة تستخدمي زيت استخدمي، عايزة تستخدمي زبدة براحتك خالص، اللي انت عايزاه. تمام اوكي. احط، انا مش عاملة كمية كريمة كتيرة، ماشي. وعندي كريمة، عايزين تحطوا كريمة يعني الطعم هيبقى غني. تمام، مش عايزة براحتك ما تحطيش. شفتي انا بسهلك الدنيا ازاي، يعني مفيش دلع اكتر من كده. طيب احنا عايزين ناخد الويسك ده عشان لايق بقى مع الابرون وكده. انا حطيت معلقه زيت، انا دايما بحب ان انا في الوايت صوص اكتر شويه الماده الدهنيه، فهستخدم حته زبده بس معلش يعني الزبده دي كتيره شويه، فناخد سكينه كده. انا هي الطاس يا بنتي، بس الزبده دي اصلا بتاعت الطشه، بس انا هسرق منها حته كده صغننه، حته كده صغننه اهي.
اه حلال صح؟ في الحاجات دي حلال، بنسرق عادي. خلاص انا هنا بسخن ال يلا، وهنزل بمعلقة من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو لغاية ما يدوبوا مع بعض. تمام، شايفين انا بقلب بالراحة لان انا خايفة على الحلة بصراحة، وناخد بالنا. لا فانا بصوا انا بعمل بالراحة خالص خالص خالص، وشايفين هي الدقيق ساحة على طول علشان انا مزودة المادة الدهنية، وده اللي انا بحبه بصراحة. هنزل بقى بكوباية وربع، واحدة واحدة لغاية ما الخليط يتقل معانا. تعالوا واحنا شغالين في الوايت صوص اكلمكم عن البنجر. هكلمكم عن البنجر، عملنا ايه في البنجر؟ ببساطه هنحط البنجر في ورق زبده وعليه ورق فويل ونشوي معاه توم. خلاص التوم يبقى صحيح عادي خالص مش مهروس، احنا نحطه في صوص التوم. تمام خلاص. اللي هو ده اهو بقشره، بقشره هنحطه مع الراس توم او نص راس توم على حسب، بقشره وعليه شويه ملح ورشه من زيت الزيتون، ونحطهم في فرن سخن على درجة حرارة 160-180 حوالي 25 دقيقة، ده بيبقى على حسب الفرن بتاعك. خلاص يا جماعة هتطلعوه من الفرن، هيبقى خلاص. تختبروه ازاي بقى؟ بسكينة كده، المفروض ان هي تدخل وتطلع ببساطة يعني زي الكيكة كده، طرية خالص اهو. هتلاقوا ان هو بيتقشر معاكم بمنتهى السهولة، ما فيهوش اي فن خالص وبيبقى تحفة. معلش سيبوني كده ارجع للخليط ونقلب بالراحة اهو. تمام، ليه فكرة ان احنا بنقلب الدقيق على النار؟ علشان نسويهم، علشان نسويهم، نسوي الدقيق وما يكونش فيه طعم دقيق. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط بنجراية كده يعني، انا ممكن اساعدها كده واروح. بصوا بصوا عشان تتأكدوا ان هي طرية، شايفين بايدي حتى مش هحتاج لسكينة، شايفين اتقطعت معايا على طول ازاي اهي. ممكن اخد برضو ايه حته تاني كده، شايفين انا قطعتها بايدي بمنتهى السهوله. ده كده مشوي كويس قوي. فين التوم؟ بصوا بقى التوم المشوي اهو، ده التوم ده اتشوى مع البنجر، هنزل بيه اهو. انا عايزه اكتر التوم بصراحه شويه عشان بيدي طعم تحفه، وشويه من زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شويه من زيت الزيتون، وهنكهه بقى وهنكهه بشويه من النعناع المجفف. عايزه ريحان براحتك، عايزه اي اعشاب انت عايزاها براحتك خالص، اللي موجود عندك. خلاص بسم الله. طيب انا دلوقتي عشان انا هتاكد ان انا مش هحتاج الجلوفز تاني، بس كده شكرا. هرجع تاني لل ده، خلاص شايفين. هبدأ بقى كده ان انا انزل باللبن، ده اللبن يا جماعة، انزل بكوباية وربع بصورة تدريجية. بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة 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 واحدة، وزي ما قلت لكم انا بقلب بالراحة عشان انا مش هين عليا الحلة علشان ما يضربونيش. لا وانا كمان انا يعني انا في البيت كده الحقيقة يعني مش بستخدم خالص اي حاجة معدن، لازم سيليكون. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص. وتفضلي تقلبي بقى، تقلبي واحده واحده كده لغايه ما يدوب معاكي. هزود شويه تاني هشوف كده يعني، ما اعتقدش ان انا هحتاج تاني. اهو شويه ملح اهو، سنه من الفلفل الاسود، حابه تستخدمي الفلفل الابيض تمام، فين قرفتنا؟ سنه من القرفه، سنه صغننه خالص، وهقلب اهو اهو. عايزه بقى تدي يعني يبقى الطعم غني شويه، عندك كريمه حطي، مش عندك براحتك. خلاص يعني الكريمه مش ماشي معانا. اتصال، اول اتصال معانا الحاجه بدريه. هنزل بشويه لبن تاني اخفف الصوص شويه. الو، ايوه يا فندم. مساء الخير. مساء الفل، نورت القناه. شكرا لحضرتك قوي، شكرا قوي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. احنا شكرا على ان انت هتتعبي معانا وتقدمي لنا حاجات حلوه بايديك الجميله. يا فندم انا متشكره لمكالمه حضرتك جدا والله. العفو يا حبيبتي، ووشك البشوش وطريقه كلامك السلسه الجميله. ميرسي قوي لحضرتك والله، ده شرف ليا بجد، شرف ليا. الله يخليكي، ان شاء الله يكون ايديك فيها حاجات حلوه وجميله.
امين يا رب، امين يا رب، ربنا يخلي حضرتك. ميرسي قوي المكالمه حضرتك الحلوه دي، ميرسي قوي. شكرا يا حاجة بدرية، شرفتيني باتصالك. طيب انا كده خلاص الصوص ده خلاص اتعمل معايا اهو، داب معايا وكل حاجة زي الفل. حاضر حاضر، الله ريحة الصوص حلوة قوي، القرفة بتدي طعم تحفة. خلاص انا هخليها تاخد، بصوا يعني غلوة انا مش عايزاها، معلش يا جماعة اتقل من كده، ده وايت صوص نخليه مش بشاميل، انا مش عايزين نعمله كمعاملة بشاميل، انا عايزاها صوص. خلاص طيب انا كده خلاص، خلاص شوفوا بدأ يغلي اهو، شكرا. انا مش عايزاه اكتر من كده، ليه؟ لان هو لسه كل ما يتساب هيتقل اكتر. عايزه بقى اوريكم واحنا بنضرب بسم الله البنجر. بصوا شايفين الجزء الاول اللي هو اللي اتضرب ده اهو، ايه بس اهو كده شايفين اهو، كل ما تضربي كل ما هيلعب معاكي. طبعا انا عايزاه يتضرب اكتر من كده، بس ما نخليهوش سايل قوي علشان انا عايزه احس برضو بقوامه شويه. وانا بضرب هنروح لفاصل صغير قوي وهرجع لكم مره ثانيه، استنوني. وصلنا لان احنا ضربنا البنجر مع بعض اهو. انا بس حاجه نسيت معلش اعملها، عملتها في الفاصل معلش، نسينا نضيف عصير الليمون اللي انا قعدت هناك انصحكم واقول لكم ما تنسوش الليمون عشان اللون ما يتغيرش. انا حطيت عصره ليمونه وانا بضرب واهو اتضرب زي الفل، نسيبه بقى على جنب دلوقتي. لا خلاص يا نور احنا حطينا، انا حطيت الليمون في الـ وانا بضرب البنجر. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجه الثانيه اللي احنا هنعملها. كيكه الشاموه من اسهل الكيكات اللي احنا ممكن نعملها وشكلها بيبقى تحفه. يلا بينا نشوف المقادير والمكونات بتاعتها ايه بالظبط. اول حاجه عندي علشان نعمل الكيكه، عندي بيضه وتلت كوبايه من السكر، معلقه صغيره من الفانيليا السايله، كوبايه الا تلت من الحليب، وتلت كوبايه من زيت عافيه، كوبايه ومعلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من الكاكاو، رشه ملح، معلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان، معلقتين كبار من الميه المغليه. ليه؟ علشان هندوب فيهم القهوه. هنسقي الكيك بربع كوبايه من الحليب ومعلقه كبيره من الكاكاو. الكريم عندي 4 كوبايات من الحليب، 3 باكت من الكريم كراميل، معلقه صغيره انا اسفه، معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، علبه قشطه، بسكوت شاي ساده، وكاكاو خام حوالي نص كوباية علشان نزين كده بيه الدنيا في الآخر. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنبدأ بيها، احنا بس نخلي العيش المتحمص ده على جنب. أول حاجة هنبدأ بيها وهي هتبقى الكيكة. هنعمل الكيكة بمنتهى السهولة والبساطة ببيضة واحدة. ليه؟ أنا مش عايزة أكتر خالص، مش عايزة أكتر طبقة الكيك، أنا عايزاها طبقة رقيقة. الله يخليك. ربنا يخليك، ربنا يخليك والله، ربنا يخليك يا استاذ حمدي والله. هنزل بقى بالبيضه والسكر اهو، سهله جدا جدا. مش عايزه تستخدمي، فين الفانيليا يا حبايب قلبي؟ دي فانيليا ولا البيكنج باودر؟ طيب لغايه كده ما نجيب الفانيليا ممكن نضربهم مع بعض. فين يا حبايبي الفانيليا السايله؟ يا نهار ابيض على بس النظر، مفيش خالص. الله يسلمك، رجل ونظر وودن. خلاص لازم طبعا نحط في الكيك فانيليا علشان البيض. خلاص ممكن كمان نحط معلقه كبيره من الخل الابيض اهو، معلقه كبيره من الخل الابيض. بسم الله
خليها معلقتين مش هتفرق خالص، الخل بيبقى كمحسن طبيعي للكيك. وبعدين هنعمل ايه؟ هنضرب بقى البيضة مع السكر بالشكل ده. بسم الله، بس احط مثلا دي كده هنا كده. يلا بينا. ده ايه بقى؟ اه بسم الله محمد رسول الله. لا عيب يا حبيبي، مفيش وقت. خلاص اهو اضرب. خلاص كده ضربت البيض مع السكر. عايزين تعملوها بويسك، مش عايزين تعملوها بالمضرب، براحتكم خالص. هنزل بقى بتلت كوبايه من اللبن. خلاص، وهستخدم تمام، سوري انا اسفه يا جماعه، كوبايه الا تلت من اللبن. وهستخدم النهارده في الوصفه بتاعتنا زيت عافيه، هستخدم منه تلت كوبايه من الزيت. يعني ايه تلت كوبايه؟ علشان في كتير كده بيتلخبطوا منها. تلت كوبايه يعني ما بين الربع والنص. خلاص تعالوا كده نشوف مع بعض، حوالي ما بين الربع كده، اهو ربع. خلاص هزود شويه تاني كده، مش هوصل لنصها، اهو كده تلت كوبايه من الزيت زي الفل. ونحطها على جنب، شكرا كده، دي مش عايزينها. ماشي، هنقلب بس كده علشان ايه الدنيا ما تتبهدلش معانا. هدي ضربه، بسم الله. وشكرا، انا مش عايزه المضرب تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص حتى يا لهوي بعمل حواس كتير قوي النهارده. هسيب ده ايوه براحتي. براحتي بقى. ممكن يا جماعه بس معلش نبص بصه على الكفته كده. الله، بصوا شايفين شكلها حلو ازاي؟ حلوه قوي. عمركم شفتوا حد بيحب في الحاجه اللي هو بيعملها؟ يلا نقفل عليها، نسيبها بس دقيقه كده تاني ونرجع لها. بس فكروني بس. هنزل بقى بالكاكاو الخام على الكوبايه وربع الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر اهو، و هجيب ورشه ملح. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ونقلبهم مع بعض. وطبعا ما ننساش انهم يتنخلوا. خلاص بصوا شايفين اهو يتنخل بالمنخل ده عادي خالص. احنا كده كده المكونات دي منخوله قبل الهواء، بس عشان الوقت، بس انا لازم افكركم برضو بيها. خلاص هنزل بقى بالخليط ده، هجيبه كده عشان ما اعذبش نفسي، مش عارفه انا بعذب نفسي ليه كده، وانزل بيهم. عايز بقى اقول لكم على حاجه مهمه قوي قوي في الكيك. نفترض مثلا ان انتوا حطيتوا المكونات لقيتوا ان الخليط لا تقيل، مع ان انتوا ملتزمين بكل المقادير، عادي جدا مفيش اي مشكله، ده وارد، لان كل نوع دقيق بيكون مختلف عن النوع التاني. انا الدقيق اللي انا مستخدماه غير الدقيق اللي حضرتك بتستخدميه. طب لو لقيتيه تقيل هتعملي ايه؟ زودي معلقه لبن وقلبي وشوفي، زودي معلقه لبن وقلبي وشوفي، وهكذا. طب لو لقيتيه خفيف عادي، زودي معلقه دقيق، بس طبعا تبقي نخلاه، تزودي معلقه من الدقيق وتكملي تقليب عادي خالص لغايه ما توصلي لسمك معين كده لازم توصلي له. خلاص، ليه بقى؟ لان قوام الكيك لما بيكون تقيل، لما بيكون تقيل ده هينشف معاكي الكيك، الكيكه هتبقى ناشفه معاكي. يعني انا هنا تمام، بس مش عارف، حاسه كده ان انا حاسه ان انا محتاجه ازود معلقه لبن بالظبط. ناخد كده معلقه من اللبن، انا بقى هسرق سرقه كده من اللبن اللي احنا هنعمل بيه الكريمه اهو. معلقه، ممكن ازود معلقه تاني معلش. خلاص بس كده، انا حطيت معلقه كبيره، مقدار شرشره، حطيت معلقه كبيره اهو، وهقلب الشكل ده. انا هنا كاتبه لكم في المكونات ان احنا نستخدم قهوه سريعه الذوبان اللي هي دي، القهوة سريعة الذوبان اللي احنا بنشربها. خلاص بتبقى بطعم القهوة، فانا هعمل ايه؟ انا هحطها هنا كده. خلاص، وعلشان تدوب معانا، ما ينفعش ان احنا نحطها كده، علشان تدوب معانا احتاج ان انا احط عليها معلقة من المية. بسم الله، معلقة بس كده، شكرا. وهقلب، حابة تستغني عنها لو في اطفال عشان ما يبقاش فيها هايبرة، عشان هم اصلا مش ناقصين خلقة يعني. خلاص هنزل بقى بدي كده
يبقى كده هيبقى عندي كيكه بطعم القهوه تحفه. عايزه تكتري، الله والله ريحه ريحه القهوه مع خليط الكيك بيبقى تحفه قوي، يعني حلوه قوي قوي. بصوا شايفين، خلاص على كده شكرا. هجيب بقى الصينيه بتاعتي. فين يا حبايبي الصينيه؟ حاضر حاضر. الصينيه دي طبعا احنا دهنينها بشويه زبده كده وعملناها بشويه كاكاو خام خلاص قبل الهواء، ودي ضروري علشان الكيكه ما تلزقش مننا. خلاص شكرا، انا مش عايزه الوسك ده تاني كده، هقول له شكرا. احط الحاجات دي معلش في الحوض، وهبدا ان انا انزل بالكيكه. بسم الله، شايفين ما شاء الله الكيكه من بيضه واحده اصلا. يعني انا عايزه اقول لكم انتوا ممكن تعملوها هي كده بس، يعني هي كده كده وتاكلوها وتبقى حلوه قوي. حته معلقه القهوه دي هتفرق معاكم قوي 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 في الطعم. نرجعها الحوض. طيب تعالوا بقى نطلع الكفته الاول، عشان هي كده اتوقع ان هي خلاص يعني. بسم الله. ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل. اوه، وهاخد الكيكه دي اهي بعد ما حطيتها خلاص، خبطه بسيطه خبطه بسيطه ماشي، وهدخلها فرن سخن على درجه حراره 180. مش بتاخد وقت خالص، لان هي اصلا طبقه رقيقه طبقه رقيقه، يعني خلي بالنا قوي، مش قصه بقى 45 دقيقه ولا الكلام ده، لا خالص يا جماعه، علشان مش هتاخد وقت لان الكميه قليله. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مش هنعمل الكريمه. طيب ممكن هنطلع فاصل، هنعمل يعني الحاجات كده بتاعتنا ونلم الاشياء بتاعتنا ونروح لفاصل صغير قوي، نرجع لكم تاني، استنوني. طيب احنا قبل الفاصل خلاص عملنا مع بعض طبقه الكيكه، وطبعا عشان الوقت فطبقه الكيكه اهي جاهزه معانا. طيب نسيبها بقى على جنب وتعالوا بينا نعمل الكريمه بتاعتنا على البارد. الاول هنزل باربع كوبايات من اللبن على البارد، الحله ما تكونش سخنه. خلاص هنزل باللبن بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي 3 باكت من بودره الكريم كراميل، تمام. و على البارد نقلب قبل ما اللبن يسخن. خلاص الشكل ده كده 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 على طول. عايزه تخليها كده تمام، مش عايزه ممكن قوي تحطي شويه قهوه سريعه الذوبان، لان بقى كله كده ايه، قهوه في قهوه، هتبقى ظريفه معاكي قوي. بس مش هحط كل الكميه دي. خلاص الشكل ده هنقلب لغايه ما تتقل معانا. ايه، ماشي. نهى، هسيب دي على النار بس. الو الو، ايوه مساء الخير. مساء الفل، نهى نهى مهنيهو. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك. موفقه النهارده ان شاء الله في الحلقه، ووصفات جميله كالعاده. حبيبتي يا نهى، ربنا يخليك يا نهى. نهى يا جماعه صاحبتي، وما شاء الله عليها، ما شاء الله من اشطر الشيفات اللي موجوده في مصر بجد. والله العظيم والله ما بقولش كده عشان هي صاحبتي، بس هي ما شاء الله يعني هي في حته ثانيه لوحدها خالص، ما شاء الله يعني. ربنا يخليكي يا الاء، والف الف الف مبروك. الله يبارك فيك، سعيده جدا بيكي قوي قوي. حبيبتي يا نهى، حبيبتي انا هنيه. والله خطوه جميله كنا مستنيينها من زمان، انت عارفه. عارفه يا نهى، من الناس اللي كانت على طول بتزن يا بنتي يلا يا بنتي يلا، فمن الناس اللي قاست معايا كتير يعني. حبيبتي يا نهى، ربنا يخليكي ليا يا نهى بجد. ميرسي يا نهى قوي، يعني مكالمتك دي بالنسبه لي غاليه عندي جدا جدا جدا. انا كده بقى
طيب تعالوا بقى نقدم طيب مع بعض الطبق بتاعنا بقى. هنقدمه بطريقه ظريفه قوي. هحط شويه عيش محمص اهو خلاص، ايه رايكم كده؟ وبعد كده هاخد البنجر بتاعي واخد كده ايه معلقه، ونحاول بقى ان احنا بقى ايه نزينه كده بطريقه لذيذه. شايفين هتبان على الاطراف اهو بالطريقه، نخليها بطريقه عشوائيه، بلاش تبقى طريقه يعني ايه مهندمه كده، فاهمين اهو. معلش ممكن تخلوني كده ارجع تاني للكريمه. بس يعني محتاجه كده بس ثانيتين كده خلاص. وبعد كده هنجيب ايه، احنا خلاص حطينا البنجر، هاخد بقى الوايت صوص بتاعي اهو. حابين تحطوا كريمه تمام، مش حابين مش مشكله، انا مش عايزه احط علشان برضو ايه ما نكلفش الدنيا، فخلينا كده احط اهو شويه وايت صوص اهو تمام. حاضر، احط شويه بنجر تاني اهو، انا قصدي ان انا اجيبه كده على الاطراف علشان بس يبان. ممكن اروح ابص بصه كده على الكريمه بس خلاص كده، انا مش عايزه اكتر من كده خلاص. الكريمه بتاعتي تقلت معايا، اخليها بس تهدى سنه علشان احنا هنحطها في الخلاط خلاص. بعد كده بقى هنعمل ايه، هنجيب ايه لا انا عايزه احط شويه عيش تاني كده خلاص، وهجيب كرات الكفته كده اهو. الله اهو ماشي. وتقعدي بقى ايه تعملي كده عليهم. معلش احنا هنمسح كل اللي في الاطراف ده تمام. كده وشوية من العيش المحمص والكفتة بتاعتي اهي الشكل ده. عايزة اقولكم بيبقى طعمها تحفة تحفة، طعم صوص البنجر المشوي ده جربوه يجنن اهو. ناخد بقى دي كده طب ماشي. حاضر حاضر، هناخد بقى ال هناخد بقى الكريمه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بيها في الخلاط اهي، تقلت خلاص تمام. وبعد كده هجيب البسكوت بتاعي ده، الصوص يا جماعه اللي هو بتاع الكيكه اللي احنا عملناها، هو ده الكريمه اللي احنا هنحطها. هنزل بالقشطه دي، هتدي غناوة كده وغنى للطعم فظيعة خلاص. ايه تاني وبس كده، هديها ضربة بسم الله. نبص عليها بصة زي الفل. طيب ده لسه ده ما خلص، هنجيب بقى الكيك بتاعنا. ممكن ان انتي ممكن معلش انا بس هودي ده كده ورا اهو. طيب بس
ايه عايزه اوريكم لغايه ما حاضر. يا رب يا رب. بصوا بقى انتوا عايزين تخلوا الكيكه كده تمام، بس انا بحب ان انا اقلبها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم على الجهه الثانيه بسم الله اهو. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. وانا بنزل بالكريمه كده انا عايزاها تنزل من الجوانب اهو. ايه اللي هيحصل لها بقى؟ هتتحقق. حلوه حلوه مجميلة. شكرا والله يا استاذ حمدي. دايما استاذ حمدي ده بيكبر بخاطري دايما كده دايما والله العظيم. مش قوي كده مش للدرجه. خلاص دي طبعا هنعمل فيها ايه؟ هنسيبها لغايه ما تهدى وبعدين هنحطها في الثلاجه يعني حوالي 3 4 ساعات. طيب هنعمل ايه بقى؟ ايه انا مش سامعه والله. حاضر. طيب هنعمل ايه بقى كده؟ خلاص اكلتنا هي فين؟ اه اهي بدور عليها. الاكله اللي احنا عملناها كده يعني خطواتها كده كتيره شويه بس بجد صدقوني تستاهل والله. هنعمل ايه بقى يعني؟ برضو مش عايزين نسيبها في حالها كده. هنعمل طشه كده حلوه قوي، حته زبده. مش احنا حاطين نعناع مجفف في واحنا بنضرب البنجر؟ هنعمل ايه بقى؟ حته زبده وشويه ثوم. الله، بصوا اول ما تشموا ريحه الثوم شكرا تشلوه من على النار. انا لسه ما شميتوش، استنوا يعني انا بقول لكم انتوا لما تعملوا في البيت الثوم ما يقعدش كتير على النار ابدا ابدا. خلاص هنعمل ايه بقى بعد كده؟ ده كده خلاص شكرا مش عايزاه. حبايبي شكرا. ايه ده بيشكروا فيا؟ نور شكرا قوي نور شكرا. إيه انت ياسمين؟ طب شكرا يا ياسمين حبايبي والله ربنا يخليكوا ليا. نجيب بقى الاستاند اللي احنا هنقدم عليه الكيك. اه بصوا بقى الطشه دي خلاص انا شميت ريحه الثوم شكرا. هنعمل ايه؟ هنحط نعناع اهو. بصوا حاطه بس كده اهي يعني شايفين؟ الله على الريحه الله على الريحه الله على الريحه. ماشي بصوا بقى بصوا بقى وننزل بقى كده بالطشه كده بتاعتنا هتودي اكلتنا في حته تانيه وكسرت اللون معانا كمان. اوبا اتشرخنا قوي اتشرخنا قوي. خلاص حاضر امشي يعني. اه يا عيني والله انت صعبان عليا يا استاذ حمدي والله العظيم. طيب دي اللي احنا عاملينها يعني عاملينها بصراحه الحقيقه من الصبح بدري يعني طبعا عشان لازم ان هي تمسك نفسها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش لازم خالص على فكره تحطوا الورق ده. خلاص ممكن ان احنا نقدمها كده وممكن ان احنا نعمل ايه تاني وده اللي انا هعمله. معلش سامحوني انا اسفه ان انا عارفه ان انتوا هتضربوني والله. بس كده؟ لا مش مشكله مش مشكله. دي مش مشكله. ماشي بسم الله. فين يا حبايبي ال حط دي كده. اوه لا اهو 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 بس كده شكرا شكرا شكرا. وبعد كده ايه بقى؟ بمنتهى الحرص بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى اوعى حلوه قوي. عمركم شو عمركم شفتوا حد بيقعد يعني مش معقول انا اوفر قوي بصراحه بس هي بيبقى هي شكلها حلو. لازم تحبي كده الحاجات اللي انت بتعمليها بجد صدقيني. دي حاضر الحمد لله. طيب نجيب ايه علشان برضو نقدم عليها؟ احنا ممكن الحادق. فين الكوستر يا حبايبي؟ الالوان الالوان ايه
ماشي، دي اللي احنا عملناها اهو على الهواء. ممكن ان احنا نحط الحلو هنا احلى برضو، بس كده. ودي كده نخليها كده ولا نقطعها؟ طيب احنا معلش عشان وقتنا وعشان رحبنا في الاول، فللاسف للاسف وقت حلقتنا خلص، للاسف مش هنقدر ان احنا نعمل سلطه بطاطس وصوص الجزر، بس تاكدوا ان انا مش هسيبكم وهعملها لكم ان شاء الله. يا رب يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا في الحلقه النهارده، ان شاء الله استنوني بكره في نفس الميعاد من الساعه 1 ل 2، وهيكون موقف لو انت بنت كده وهتعزمي اصحابك على شويه معجنات وسفره معجنات، وانت اصلا مش بتعرفي تعملي معجنات ولا بتعرفي تشكلي، ازاي هنعمل مع بعض شويه معجنات سهله وبسيطه ومن غير تشكيل صعب. انا متاكده ان شاء الله ان الحلقه بكره هتعجبكم. اشوفكم على خير، كان معاكم علاء الجبالي، سلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقه مره تانيه اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.